السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ عساكم بخير إن شاء الله. اشتقنا إليكم أحبابي وحبيباتي طلاب التمهيدي، وخير ما نبدأ به كلامنا بسم الله الرحمن الرحيم. هيا نتذكر معا، هذا هو التاريخ، ها الهجري، أحسنتم، هذا هو التاريخ الميلادي. أمس كان يوم السبت، ماذا بعد السبت يا ترى؟ ها ماذا بعد السبت؟ أحسنتم، اليوم يوم الأحد. الطقس اليوم إن شاء الله معتدل وجميل مثل وجوهكم. طيب، اليوم سوف نأخذ درسا جديدا إن شاء الله، وعنوان الدرس هو كتابة جملة تبدأ باسم إشارة مؤنث. هيا معا نتعرف على أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن يذكر الطلاب الحروف اللثوية، أن نتذكر معا ما هي الحروف اللثوية، أن نتهجأ جملة هذه وردة جميلة، أن نكتب الجملة بمفردنا بطريقة صحيحة. أحسنتم. هيا، ما هي الحروف اللثوية؟ من يذكرني ما هي الحروف اللثوية؟ أحسنتم، حرف الثاء والذال والظاء. أحسنتم، ما شاء الله. لماذا سميت بالحروف اللثوية؟ لماذا؟ ها، لأننا نخرج بها طرف اللسان، طرف اللسان وليس اللسان كله. أحسنتم أبطالي. ما هي الحروف ذات الذراع الواحد أو ما يطلق عليها الحروف الرفاسة؟ أحسنتم، حرف الألف. ها ها، ماذا بعد الألف؟ حرف الدال. أحسنتم، ماذا بعد حرف الدال؟ حرف الذال، الراء، الواو. ممتاز، بارك الله فيكم، أحسنتم. هيا معا نتعرف على حروف المد. ما هي حروف المد؟ حرف الألف، يأتي قبله حركة الفتح. أحسنتم، ها، حرف الواو ويأتي قبله حركة الضمة، حرف الياء ويأتي قبله حركة الكسرة. أحسنتم يا أبطال، ممتازين. ها هيا، من يذكرني ما هي أسماء الإشارة؟ ها، أتذكرون نشيد أسماء الإشارة؟ هذا وهذه، هذا للمفرد المذكر، هذه للمفرد المؤنث. ها، هذا، نعطي مثال، هذا كتاب. أحسنتم، هذه، نعطي مثال، هذه وردة، ما أجملها من وردة. أحسنتم يا أبطال، وبهذا نكون قد انتهينا من تحقيق الهدف الأول. هيا معا نرى كيفية كتابة الجملة وما هي جملتنا لهذا اليوم. هناك أشياء جميلة نشم رائحتها وتنتشر في فصل الربيع، ها، وتنتشر بالحدائق، ها، من يقول لي هي؟ ما هي؟ الورود، وردة. أحسنتم، ذكرنا أننا سوف ندرس اليوم اسم إشارة مؤنث. ما هو اسم الإشارة للمفرد المؤنث؟ ها، هذه. ممتاز، إذن هذه وردة. هيا نكمل معا. أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم. طيب، من يقول لي ما اسم هذا الشيء؟ إنه سطر. بطل، أحسنت، أسمع صوتك، سطر. ها، نكتب فوق السطر؟ خطأ، نكتب تحت السطر. خطأ، أين نكتب؟ على السطر.
نكتب بالطريقة الصحيحة التي تعلمنا بها كيفية كتابة الحروف. أحسنتم يا أبطال، أبطال التمهيد أحسنتم. هيا معا، هذه ها ها ها، لديها الهاء، لديها حركة الفتح. هذه ذي ذي ذي، الذال لديها حركة الكسر. هذه الهاء لديها حركة الكسر. هذه لابد من ترك مسافة ما بين الكلمة والكلمة الأخرى. طيب، من يذكرني؟ الجملة تتكون من ماذا؟ تتكون من كلمة وكلمة وكلمة، وبهذا نكون قد كوننا الجملة. أحسنتم يا أبطال، هذه و و و لديها حركة الفتح. را ور ور ور، الراء سكون، لا فتحت حرف الراء ولا كسرت الراء ولا قمت بضم حرف الراء، إذا لديها حركة السكون. حرف ساكن، أحسنتم. ور دا 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 دا، ور دا تاء، ور دا تن تن، تاء مربوطة لديها تنوين بالضم. نكتب على السطر، نتذكر كيفية كتابة الحروف بالطريقة الصحيحة التي تعلمناها من قبل. أحسنتم. نترك مسافة ما بين الكلمة والكلمة، لا ننسى. أحسنتم. جا جا جا، لديها حركة الفتح. جامي جامي، الميم لديها إيه؟ لديها ماذا؟ حركة الكسرة. جامي يي، مد بالياء. جميلة لا لا، لديها حركة الفتح. جميلة، تاء مربوطة لديها تنوين بالضم. أحسنتم. إذن جملتنا اليوم هي: هذه وردة جميلة. أضع النقطة في نهاية الجملة. إذن تعلمنا أننا نترك مسافة ما بين الكلمة والكلمة الأخرى، تعلمنا أن نضع النقطة في آخر الجملة، نتذكر كيفية كتابة حرف الهاء، نكتبه بالطريقة الصحيحة، نكتب حرف الهاء بالطريقة الصحيحة. أحسنتم يا أبطال، هيا معا نكرر الكتابة مرة أخرى. ذكرنا أن هذا الشيء يسمى بالسطر. لا أكتب فوق السطر ولا تحت السطر، لابد أن أكتب على السطر. أحسنتم. هذه، أحسنتم، وردة جميلة. هيا كرروا معي. أسمع. ممتاز، أحسنتم. نكرر مرة أخرى. هذه وردة جميلة. ممتاز، ونضع النقطة. أحسنتم. إذن اليوم درسنا، تذكرنا معا الحروف اللفوية، تذكرنا معا الحروف الرفاثة، تذكرنا معا وهي والحروف الرفاثة هي ذات الذراع الواحد، تذكرنا معا حروف المد، وتذكرنا معا أسماء الإشارة هذا وهذه، ودرسنا في هذا اليوم اسم إشارة للمفرد المؤنث هذه وردة جميلة في الجملة الجديدة لدينا. نكتبها بخط جيد، نركز في الكتابة، نكتب على السطر، نترك مسافة ما بين الكلمة والأخرى، نضع النقطة في نهاية الجملة، نضع الحركات ونتهجى ونحن نكتب. أحسنتم يا أبطال، وبهذا نكون قد أتممنا تحقيق أهدافنا اليوم. أشكر أبطالي، أبطال التمهيدي، أحسنتم يا أبطال. أنتظركم إن شاء الله في الواجبات، أريد واجبات كتابة الجملة إن شاء الله بإذن الله. نراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.